بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت هلك وحن سووني مد كل نير ودعاء ولو تلقى لي إن دولة عصب لا دورتي دوان حس الشيخ محمود إنه مدحوين كان نقضه إن لو دعيو يلا سنام فينا يجري دونتو كل كلاته أو بلارن أو لو تلقى لي سو دوين ولو قبل دونو ملك الكوين لكن هل كانوا عاوة عشاء ومركزي انو سمايين ان سومالي سويس دياس برو اي عبدالله جروب كيسا وانو قطل قلني انا اقود دعينا وكليا ان ورين محل كيسو دوين اقار كمدا ان دات سوق من قابل كل انكاسي و سي اي وحقو ير ويرادان وحق كمدا ان شيخ علي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أجمع مبارك على العالمين إنك حميد المجيد ولا ليال مركب كبير إلى أنك عبسلنا بحين سكننا فأرين سومالي نمو يو دين سياسة يو حزب يو أر يو حس شغلك مليل نوع هذا أقدمت بالسومالية بان كترنا مركب إن شاء الله وحن رجينا لنا وندعينا لنا وأنا مارتي عن خير كسوينا دولة عصب نورلاتي وطن كاني حسن الشيخ محمد من الحوينها وكي هاي يلا بدا كولا أقل سراء يأقل كهوسة يقوم عرسن وحل السوق يا روح ويوارج وزارة وطن فلو ملعاضو وكبعنا دولة دي عيساكو أو كشو مدى يضع أيما إنه كدولة هنا أمبوح نسكون نبت كصومالي هان يو كمعرفة هان إن المشي نقحوا إنه خير بأنه رجينا وندعو عننا أفضل صومالي وحلق الربا ما أمر قصة وبطن ككير قال إنه تاقيرو وحن كو يشن كرنا سياسة كو يشن كرنا طبعا هاي صومالي لكن وحن كو يشن كرنا صومالي لماذا هي عرقية يدين تنكو يشن كرنا مركا آذي آذي يوم سنتين وبالله التوفيق خير بأن رجينا أما سنت عشان علي برامج كنا عا ما هي برامج أو سياسة لكن ضد بدل أو جال يدعى أما صوم على ذور واحد جعل استقبل إنس أركه ووقت كله يوفى إذا استه وحيال هذا عن برنو حاكم إذا ملاح له دعية حيال أنا يوم ما كنا حاول دعاء ملاح أنا هلك عاوز كوني بدنا أدعي إنه إن إله لقرب قرا ما ملك عصب هذا يمد هذا النقلة تقدمية برلمان ك تقدمية أقل كسرة يمد حيوانها أمك ترى لو ريجيا ما نمضى سنين تعبد عبارة لكن نقدر يقول لي وزير هذا يو الوزارة أمك وصل لي سدونه مركب كله كان عاوة عشرة ونوف فرنت هاي وحنلين هاي ودعينا إنه الله كده يفرت السنة صار ساعته مد مدة يصام على نمضى يسكس عليا لما توين كي نهستنا نجس عارة تاس أي عاوة برامج كنا وأنا كمال سنتين قبل قال كنا إن أنا أقولاتين صدق عير إن أنا كوهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الرحيم أنا قاعد مستب شيخ حاج جودون دكان زويسلان قارهام مقالة زورخ عاو حرب كارسكون نمت أنا قاعد جالد زويسلان قارهام مقالة زورخ إن أود عينه دولة فدرالك الصومالية إمن كلا دورتي قدومية عقلك سريع عبد الحاج عبد الله قدومية فدرالك برلمانك شاعر المدوبة يمد حوينها حسن الشيخ محمود وحن لنا هاي إلى هذا القلب القرا دولة إمن كأردن كأ وحن لنا هاي هوش اللي ذي المضي إلهي دين فضيلة أنا يروح كان قصة دعوينا كلن كان دعاءه وحلو قلت له قال إن سامالي ذا أي برتان إنه قام يشوف الدعيانك وحنا ما قنتاسوا هاي لو دعية لا لقرب قال هوشة مهم كأ أي مدة سامالي ذا المتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيار تشرف سلا ماشين سكوت مت وايد وذا السلام يا aniga oo ka matelaya dadka ka soo jeeda gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan deegaanka Qoriyooley maanta xaflad sharaf leh ayaan isku nimid anagoo ah dadweynaha ama odayaasha muxagaradka reer Switzerland qaas ahaan magaalada Zurich marka waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan meesha ka dhacday oo ujeedkeedu iska ahaa dawladda cusub oo Soomaaliya ka dhisantay in loogu duceeyo wixii maaragta fariinahaana loo faro wixii fariina oo wanaaga wixii kulli lagu talin lahaana kula talino wixii
ayaga ay ka gaabiyeen oo u sheegnay wixii hore ay u wadaan ay hore u sii wadaan ayaan maartaa aan isku nimid hortayda la wada hadlay aqyaar badan baa meesha ka hadashay marka waxaan leeyahay dowladdeena Soomaaliyeed ee cusub ee dhalatay ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay guul way guuleyso guusha ku sii socoto mid kale annaga haddaan nahay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxaan nahay dad waxaan u badanahay mucaaradah laakiin mucaaradnimadana ma aha in oo qof labada qof haday tartamaan qof unbaa la taageeraa taageeradeenna u badato dhanka madaxweynaha hore ee madaxweyneen hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagana uu leeyahay howlasha uu qabtay kulli markii la sii wado wixii waa uu taagtaaka waa la wada kala qaaday waad ogtihiin ka bilaaw caydiid Cali Mahdi sii soco ninka la yiraahdo madaxweynaha Cabdisalaad Xasan Cabdullaahi Yuusuf way sii socotay ilaa Sheekh Shariif Xasan Sheekh oo mar qabtay waxaa ka dambeeyey madaxweynaha Farmaajo kabacdi haddana waxa kusoo laabtay madaxweynaheenna Xasan Sheekh waan taageersannahay maadaama ay wixii hore uu hoos u dhigay inuu hor u wadaan jecelnahay wixii madaxweynahan uu waday oo kor u waday inuu meesha kasii qabta Soomaalidana waxaan leenahay ha caawiyaana dowladdeena Soomaaliyeed ee timid annaga waa garab taagannahay iliho waa la garab taagannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas aan ugu baxayaa alxamdulilah way isin sheegayee in ani nin oo Soomaali ina eya Koonfur Galbeed ka jeedo afgooyaha ka jeedo maaragtii meelun ilaahay nishaani alxamdulilah ilma ku korsani maaragtii magacay waayo Maxamed Abo Mayow Xuseen Cumar Sheego asalaamu calaykum ariir joogay intii meelun singa kuwaiti ka uu kheyr le waaye ilaahay toofiq lana waafajin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وآبائهم واهدنا 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 آمين ولجميع المسلمين والمسلمات آمين المؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين اللهم استر عيوننا في الدين آمين اللهم خلق سنتنا آمين يا رب آمين اللهم